بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، من المفترض أن يعزز معلم الحلقات القرآنية عند المتعلم مفاهيم حب القرآن، وأن يبث روح التنافس لديه، كما على المعلم ألا ييأس من إصلاح هذا المتعلم، وأن يتفاءل بإمكانية تعديل سلوكه التعليمي، لأنه قد يصبح يوما ما معلما قرآنيا بارزا.